اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، بنرحب بحضرتك في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ دكتوره امينه حساب، استاذ كلينيكال باثولوجي ورئيس القسم سابقا في جامعه اسكندريه ورئيس مجلس اداره معامل حساب. اهلا وسهلا يا دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا ايه رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ والله كارديو اليكس السنه دي متنوع، واخد شكل جديد. التسجيلات دي ما كانتش بتحصل كتير كده، دي بتعمل طبعا امباكت حلو للمرضى وللدكاتره، ميموري حلوه ومعلومات مفيده. الكارير لايف جايد السيشنز اللي معموله دي لذيذه جدا، ويعني توسع مدارك برضو الاطباء ان هم المواضيع اللي اتقدمت فيها حلوه قوي قوي. سبيكرز جايين، شريف ديواني من الناس اللي فيري امننت، والمواضيع جميله جدا. ميرسي جدا يا دكتور. دكتور ممكن حضرتك تقول لنا لو حد عنده مرض مزمن ازاي يتابعه وايه المضاعفات اللي ممكن تحصل بسببه؟ اوكي. طبعا الامراض المزمنه انواعها كتير جدا، يعني عندنا مثلا حاله زي ايه، ارتفاع الدهون في الدم، كوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم مثلا. عندنا مريض جاله القلب، مريض تعبان بالكلى، مريض عنده سكر، مريض عنده التهاب في المفاصل زي الروماتويد ارثرايتس او الذئبه الحمراء. مهمه قوي ان احنا في الامراض المزمنه دي نخلي بالنا من حاجتين، ان العيان بيبقى بيتعالج للمرض ده، فلازم ممكن الادويه اللي بتعالج يبقى لها مضاعفات زائد المضاعفات الطبيعيه بتاعت المرض، لانه مزمن ومش بيروح، بيعيش مع العيان العمر كله. فاهم حاجه لازم المريض يخلي باله منها، ان ما دام ده مرض مزمن يبقى انا لازم اعرف ايه مضاعفاته علشان اتفاداها، لان المضاعفات دي بتعمل مشاكل جديده وامراض جديده. فمن مصلحه العيان انه يفهم هي ايه المضاعفات ويخلي باله ازاي يقللها. مثلا مرض مريض السكر، لازم نعرف ان السكر ده بيعمل مثلا التهاب في الاعصاب الطرفيه، ممكن يعمل مضاعفات في العينين، يعمل يبوظ الكلى مع الوقت، وهكذا له مضاعفات على اجزاء كتير في الجسم. فمهم قوي ان المريض يبقى واعي لحاجه زي كده علشان يلتزم بالعلاج ويلتزم بنظام الحياه. لازم يبقى فيه لايف ستايل معين، يعني نمط حياه متغير. فعيان السكر ده لازم يهتم بالرياضه، لازم فعلا يلتزم بالاكل، يلتزم بالادويه، علشان كل ما كان ملتزم كل ما المضاعفات دي بقت قليله وبتحصل ببطء جدا، على عكس البني ادم اللي مش بيخلي باله من نسبه السكر ولا الاكل بتاعه. هيبص يلاقي اعصابه الطرفيه عماله تتعب، هو مش فاهم اعصابه الطرفيه، بس هيبص يلاقي رجليه بتتعور وهو ما بيحسش، العظم بتاع رجليه يتعب، يجي له قرح تحت في الرجلين، يبتدي يبقى عنده مشاكل في النظر ومشاكل في الشبكيه، وهكذا. دي مضاعفات مش بسيطه، مضاعفات في الكلى. فليه انا ابوظ كل اعضائي وانا في ايدي ان انا اتحكم في المرض بتاعي؟ عشان كده بنقول لعيان السكر تحلل، ممكن تقيس السكر عندك في البيت بالجهاز الصغير، وكل حين ومين، كل مره في السنه، مره كل 6 أشهر، حسب درجه انتظام السكر عندك، قدرة تحكمك في السكر. لازم تيجي المعمل نقيس لك السكر وبنتابعك بقى بشوية حاجات. فاحنا عشان في المضاعفات دي بتحصل من السكر، فاحنا بنحب نتابع المريض ان احنا نقيس له وظائف الكلى، بالذات نسبة الزلال اللي بينزل في البول، ده مؤشر سهل كده ان احنا نعرف الكلى اخبارها ايه، ان المفروض الكلى طول ما هي سليمة ما ينزلش زلال في البول. ده طبعا عيانين السكر بيبقى عندهم عدد كبير منهم بينزل زلال في البول، والكميه بقى تفضل تزيد طول ما العيان مش متحكم في المرض. فلازم اتابعه بوظايف الكلى واتابعه بنسبه السكر في الدم. نيجي بقى لو العيان ده اصلا عنده ارتفاع في الدهون في الدم، اي نوع بقى من الدهون، فهو لازم يبقى عارف من مضاعفات ارتفاع الدهون ان ممكن يجيله امراض في القلب. فالعيان ده
بنعمل له توعيه انه لازم يلتزم بالادويه اللي بتوطي الدهون في الدم، بان هو يعمل رياضه علشان يتحكم في الدهون دي ويقلل نسبه حدوث امراض القلب. فبرضه بنتابعه بقياس نسبه الدهون في الدم مع الطبيب المعالج بتاعه ويشوفه ملتزم باخذ الدواء ولا لا، وفعلا الدهون بتنزل مع الوقت. نيجي مرض زي الروماتويد ارثرايتس او الذئبه الحمراء. الامراض دي الذئبه الحمراء بيأثر على اعضاء كتيره في الجسم، هو مش مرض بتاع مكان واحد، ممكن يعمل انيميا، ممكن يأثر على الكبد، ممكن يعمل ضعف في الكبد، ممكن يأثر على الكلى، ممكن يعمل التهاب في المفاصل، ممكن العيان يجي له جلطات، عادة بتبقى واحدة ست. فالحالات دي أولا العلاج بتاعها بيبقى فيه كورتيزون وبيبقى فيه أدوية زي كيماوي شوية. فاحنا لازم نتابع بقى العيان، نشوف بمستوى عد الدم بتاعه في ده عشان نسبة الأنيميا دايما نبقى مظبطينها. الصفائح الدمويه والعد الابيض والحاجات دي بتقل كمضاعفات للعلاج، فلازم نبقى متابعين الموضوع ده. الكلى بتاعت المريض لازم دايما نبقى متابعينها، لان ممكن العيان من الاول جاي بكلى تعبانه، دي اول حاجه مثلا اشتكى بيها وبعد كده اكتشفنا انها ذئبه حمراء. فانا لازم اتابع وظائف الكلى علشان الكلى بتتعب من المرض، زائد انها ممكن تتأثر بالعلاج. الأدوية اللي بنعالج بيها الذئبة الحمراء ممكن تعلي الضغط، فلازم العيان دايما يقيس الضغط بتاعه، يبقى متابع. طبعا الطبيب المعالج بيوعيه الكلام ده، بس احنا بنحب نقول الكلام ده تاني للعيان عشان يعرف أهميتها والالتزام بيها. ممكن العيان يجيله سكر بسبب الكورتيزون بتاع العلاج، او الكورتيزون ده برضو ممكن يعمل هشاشة في العظام، عشان كده العيان ياخد كالسيوم مع فيتامين دي طول ما هو بيتعالج بالكورتيزون. المرض زي الروماتويد او الذئبة الحمراء ممكن يجي في اي وقت ويعمل وينشط، يعني العلاج بيحاول يخليه هابط طول الوقت، اسمها تثبيت للحالة، وممكن يجيله نشاط فجأة. فاحنا بنعرف ازاي العيان ده دخل في نشاط. طبعا بيبقى فيه شوية اعراض اكلينيكية، لكن في التحاليل في حاجات معينة بنقيسها علشان نثبت ان هنا في نشاط للمرض ده. فالرسالة اللي احب اقولها للعيانين ان اما يكون الواحد عنده مرض معين لازم يحاول يفهم هو ايه المرض ده، لازم انا اقعد اتعلم. حتى لو اي مستوى، اي مريض باي مستوى تعليم يقدر يقعد مع الطبيب ويفهم منه ايه المرض بتاعه. لازم الطبيب يعرف يعني يشرح له كويس ايه المرض، ويعرف ايه المضاعفات، ويحترس من ايه، ويهتم بايه، ويخلي باله من ايه، علشان الامراض المزمنة دي ما تبوظش حياة البني ادم. فانا كمريض لازم ابقى احاول افهم الكلام ده على قد ما اقدر، واعرف ان كل حاجة في حياتي بتأثر على حالتي الصحية، اكلي وادويتي واسلوب الحياة، انا اخامل ولا بعمل رياضة، بمشي كتير، كل الحاجات دي بتحسن الصحة. فانا لازم اهتم بكل النواحي دي في الحياة. شكرا جدا لوضحك كده.